يشعر بالألم إلا اللي باع الألم، ما بيحس بالمظلوم. خايف ما يصدقوني. بدك تضلك هربان طوال عمرها؟ اسعد انت ما في شيء بايدك يا سفيت. انا اذا هربت رح بيقولوا اني قتلت عدنان بيك. نحن ما بقى فينا نستنى اكثر من هيك. لاخر مره بقول لك امشي معنا. لك انت من شو خايف؟ انا ماني خايف، بس انا ما بدي اعيش عمري هربان. لك العيش ادوك. انا هيك مرتاح، انا بريء. مثل ما بدك، أنا ما فيني أخصمك على شيء. إذا بدك فيك تروح معنا. لا لا ما بدي. يلا خاطرك اسمعني. الله أكبر. دير بالك على حالك. وين رايحين تاركيني يا حق؟ الله فكوني. أسعد أنت بسألك وحدة بهالرقبة. Thank you.
شو صار معكم؟ لكن شربكين في كذا قفل. لك يلا يلا راح يفك معي اول قفل. وهذا طق كمان. هالحمار وين ترك الحراسه ابراهيم؟ ليش انت مو ندمان؟ لا ماني ندمان، بس خجلان من قسام لانه تعذب كرمالي. صحيح قسام هو اللي ملتم؟ ما بعرف ابصر بيجوز. عصام عصام انا هون سيدي انا هون. يفهمني منكم شو اللي صار؟ لك شو اللي صار؟ انا عايد على حيطان وانت كمان، مين اللي سوى فيك هيك؟ سيدي قسام ورجاله. سلاح ولا كنا تبهدلنا تمام. ما بدك تخبر مجدك افندي؟ والله ما بعرف، بس بكره الجمعه سيدي. ايه مشان تكمل، واذا استنينا للسبت بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. ايه اكيد انه بيكونوا هربوا بعده. لك انا اللي محيرني اسعد، ليش ما هرب؟ سيدي انا قلت لك ليش ما هرب. لك شلون بدي اخبر مجدك افندي؟ لك إيه والله ما بعرف.
بكره بس تطلع رح تلاقيهم كبروا وعروستك ليلى رح تفرح فيهم كتير. خايف طول بالحبس. لا تخاف خليك صابر. طول طريق الرجع وانا عم فكر فيه ما عم يروح من بالي. لك يا اسعد خويف اسعد، انا قضيت معه كم يوم بعرف قديش وجبان. وكل الله صياح، وكل الله. الزلمه بيعرف تمام المعرفه، اذا بقي بده ينشني. شلون طلع معك جبان؟ لك انا قديش مارق علي ناس خويفه، مارق علي خويفه بعدد شعر راسي، وصلاه محمد اسعد ما له خويف. انا الشيء اللي شفته بعيونه حزن ما مرق على مخلوق ان يخلق. الحب ايده عدنان بيك كان مثل أبوه، مهيني علي اتهموه بيقتله. في شي تاني يا حجي، في شي تاني. هذا الرجال في شي بقلبه حدا منا عم يقدر يشوفه. صحيح حجي، شو بتعرف عن الملتان؟ الله حي أصله، مجنن الدرك والفرنساوية. تفضل. الله صباحيا مبارك. الله يبارك فيك يا شو استمع فاقو خبير. ان شاء الله عبال عني ويريح. الله يسلمك يا باب السماء. بصير تتركني تطلع اليوم ابن عمي؟ اذا كان اليوم جمعه. يا ليلى انا بشغلي ما في لا يوم جمعه ولا يوم سبت. يعني رح تتركني اليوم؟ امبارح يوم ما حكيتني ولا كلمه. وشو كان بدك تسمعي مني؟ كلمه حلوه. ابن عمي انت مبسوط مني؟ يا بنت الحلال لا تستعجلي علي، إن شاء الله هيك بكرة إذا الله وفقني رح أعيشك أحلى عيشة وما رح تكوني إلا مبسوطة. أنا مبسوطة كتير. يا مو نجدت في دركي برا عاوزك يا مو، ومرت عمك كمان هون. يلا يا مو يلا. شفتي شلون ما قلت لك أنا ما عندي لا جمعة ولا سبت؟ إذا رح أضلك هيك ضحكانة رح ضلني مبسوط منك. بس أوعى تزعلي أمي. يو يبعت لي حمو. إيه والله لحتى بعيوني التنتين. بس انت ما رح تزعلني ابن عمي ما؟ انا لازم اشوف الدركي. يلا يلا شرفتونا. اهلا وسهلا فيك. الف مبروك يا عمري. قلبي عمري قلبي ان شاء الله. الله وان شاء الله. الف مبروك. اوها سبع بركات. اوها ثبتت جوازتها. اوها تحت سبع سنوات. حركتك من رقبتك. شو عم تقول؟ سيدي سيدي هذا اللي صار وانا ما حبيت خبرك امبارح مشان ما ضايقك بالليل. هذا اللي صار؟ بس الله لا يوفقك على العمدي. الله لا يوفقك. سيدي الله وكيلك انا مالي علاقة. لك شو سيدي ما سيدي؟ ماشي الحال، حسابك عندي بعدين. استناني لشوف. حاضر حاضر سيدي حاضر. يلا يلا يا ليلى ناولينا هالسيدارة بسرعة. يلا خير ابن عمي شو في؟ بدك تتعودي يا مو بدك تتعودي. ايه اهلا يا مو جايين نفرح فيكي لا تزعيها. تعي يا مو تعي تعي تعي. قال من اول قال ايه يلا بيطعم ننجاص للي ما له دراس. اللهم لا حسيد اللهم سيد عندك خزيت العين. لك شو هيك صار؟ الله وكيلك امبارح بالليل ما غفلت عيني، حملت حالي من على بكره الصبح اليوم ورحت لعند مسلم الشاغوري وهو اللي خبرني واجيت دغري لحتى خبرك. لك بس هن فاتوا على الكركون. اي نعم فاتوا على الكركون، بس طلعوا ما معهم لا سلاح ولا اسعد وراك. لا ما لك ليش؟ يا جماعه وينكم؟ لك حدا يسقينا شرب مي. لك يا جماعه ردوا علينا. العمى والله لو بهايم كنتوا سقيتونا. لك يا ناس يا هو. لك انا شو ساوي يعني؟ شو ساوي؟ هي ليله وحده اخذ فيها اجازه وامنتكم على الكركون، هيك بتعملوا فيي؟ سيدي نحن بس ما بدي اسمع ولا حرف. طيب كانوا لابسين درك وغنوا،
لك البلد دم شلون بنطلق بيناتكم وما حدا بيقدر يصيبه اه؟ شلون؟ لك شلون؟ اعطيني مكتب رياض بيك. ايه مو مشكلة يعطيك العافية. لك يخرب بيتكم. يخرب بيتكم ما عاد اعرف الجمعة من السبت من ورا عمايلكم السوداء. سيدي بما انه اسعد ما هرب وما اخذوا سلاح. انت بالذات لا تحكي ولا حرف. لا تفتح تمك بنوب. انا طلبت منك تعمل لي عراضة؟ تارك لي الكراكون وعم تعمل لي وصيف؟ روح جيب لي اسعد يلا. حاضر سيدي. ليه ما خليت انت وياه؟ لا خطر لي كل شيء. كل شيء خطر لي بس انه اسعد ما يهرب هي ما خطرت لي بنوب. يعني بجوز يكون بريء عن جد؟ لك لسه بيقول لي بجوز، شو بنا خيري؟ شيء لك اسعد انت من وين بتعرفه لك هسا؟ بعرفه مثل ما بيعرفوه كل الناس. وليش لحتى يهربك لك بالذات؟ انت شو عامله لحتى يخاطر كرمالك؟ ماني عامل له شيء. بجوز حس اني مظلوم وحب يساعدني الله اعلم. انت بتعرفه للملتم كمان؟ ما بعرفه بالشكل بسمع عنه مثل كل هالعالم. ليش هو كان معهم سيدي؟ اسعد لا تشتبه. انا بعرف انه قسام مو هو الملتم. بس بدي افهم منك اذا في شيء بينه وبين الملتم. والله حيرتني يا اسعد. وانا ماني عارفان شو بدي اعمل فيك. حقك علي يا نجلة افندي. وليش بقى حق يعني؟ يعني انت عريس جديد. ان شاء الله بتتهنى يا رب. عفاف؟ عفاف؟ الله يوفقك. يا صباح الخيرات. شو بتحب تشرب من على بكرة الصبح؟ توت ولا ورد؟ لك شو بدي اشرب؟ أنا شو عم بعمل هون؟ غفرت إنا ما فيقنا. الله لا يوفقكم. بدكم تخربوا بيتي أنتو؟ بدكم تخربوا بيتي؟ بعدي من وشي هيك؟ بعدي من وشي؟ يا شبو يلا يلا. أهلين ابن عمي. شو راحوا أهلي؟ إيه راحوا ومرت عمي جوا عم تصلي. أنت لساتك متضايق؟ شوي. طيب أنا بقدر أسوي لك شيء؟ ما حدا بيقدر يسوي لي شيء لبكرة الصبح. عندك ابن عمي. وين كنت هلا؟ شو؟ وين نمت امبارح؟ من ايمتى الحرمة بتسأل جوزها وين كان وين رايح؟ ومن ايمتى انت بتخبي علي وبتسهر برات البيت وبتنام برات البيت؟ انت متجوز علي شيء؟ لسه ما عملتها. بس قسما عظما وبشرفي اذا ما بتغيري طريقتك بالحكي معي لطق اجوازي وكسر لك هالراس. استرجي واعملها. مالك بطول السيرة. أسعد الوراق صح له يهرب وما هرب. أسعد ها؟ أسعد اللي كل العالم بتحكي عليه إنه درويش وأجدى عمل شيء ما قدر أبي يعمله. يا أمي كل واحد وله أسبابه. شو أسبابه يا مو؟ أنت قولي لي شو أسبابه؟ أنت رحتي لعنده على الكراكون، قال لك شو أسبابه شيء؟ أصلاً رد عليكي بشيء؟ أسعد الوراق غير أبوك. كل واحد له طبعه. بعدين النفس أمارة لك أمي. أيوه
يعني اسعد قدر يمنح حاله، بس ابي الحاج مراد العطار ما قدر يمنح حاله، ما هيك؟ يمكن اسعد الوراق خاف يهرب. شو بعرفني؟ فكر بالعقل لك امي، فكر بالعقل. لك امي انت ما كنت تحكي هذا الحكي لابي؟ لكان على طول كنت احكي له. وليش هيك صار معه لكان؟ لانه عنيد وما كان يسمع غير حاله. يعني كأني حسيت لك هالليلة ما كتير مبسوطة بجواز الدم. شلون حسيتي بقى؟ ما بعرف، هيك حسيت. اي يعني مبينة ما بدها اتنين يحكوا فيها، لكن معقولة من صباحية عرسه يتركها وينزل على الشغل؟ انا ما تنزل لا بميزان ولا بقبان. منيرة لا تبلشي تنقي، بعرفك ها بعرفك، الله يرضى عليكي، خلي البنت تهنى بجوازتها. ليش انا شو حكيت يا مو شو حكيت؟ بالاخير ليلة اختي وبدي اياها تكون مبسوطة. لا تهكلي همها، مبسوطة ومبسوطة كتير كمان، كان مبين من عيونها ومن حركتها انها مبسوطة. شلون يعني يا همه؟ بكرة بس يجي نصيبك تعرفي لحالك، توبي قلبي ان شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك ابن عمي. شو بس طلعك؟ الله يبعث نصيبه، طلعت على اوضته. لا تعزمي حالك فيهم، شكلهم منزوعين ما بيتغللوا معك. لا ايوه ابن عمي شو نكبهم يعني؟ هذا رزقنا يا ابن الحلال. ايه مثل ما بدك. عنك ابن عمي يعني. يا الله. إذا عطيش بيطلب كاسة مي. الله أعلم شو بعلقته الأسعد. عليم الله الأسعد مخاوي. لك شو مخاوي ما مخاوي، رح تعملي من أجلب شغلة خليك مصحصح معي وبلا جدبني. لسه نجدة أفندي ما شافه الرياض بيك، والله يعلم وقت يشوفه بكرة شو راح يصير. تحرك تحرك يلا. حاضر. اتفقي انت وامي، انا بجوز اتاخر. خاطرك مع السلامة تقبرني. الله معك. شو اخباره خالك؟ بده كم يوم ليرجع ينزل، يعني معلومك النزلة والطلعة ما لها سهلة الدهوب. على خير ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله شغلة اسعد هي ما عم تفوت بعقلي بنوم. والله شغلة بتحط القعد بالكف، بس نحن شو طالع بايدنا؟ يعني اكثر من انه صح له يهرب من الحبس وما هرب. اليوم رايح زوره. ايش وعدي ما بتقصير. ربي يسعده. ميت اهلي. شو بلاقي بريد الشباب؟ تذكرتني؟ ايه ما حلي انساك. شو جبت معك الكتاب؟ جبت واحد بس. مو قلت لي بدنا نروح عند صاحبك مشان نشوفهم ويتمنون؟ بقى خلينا نروح يستر عرضك، جاي لهون بدون اذن معلمي. ومين معلمك بلا صغرى؟ ايمن بيك صاحب وكالة الحنطة. ايوه فكرت شي معلم من المعلمين المسكين. مين الابضاي؟ هذا يا سيدي الابضاي اللي قلت لك بده يتمن لي الكتب. شو هالحكي؟ جيت والله جابك. سيك معلم هات لنشوف. شوف لي الكتاب. قريتهم ومانهم لازمه، وعندي منهم كذا حبه،
بقى وينك، شوف لي شو بيسوى يستر على حريمك. هذا الموضوع ما عاد نسكت عليه بنوب. كسام والملتم لازم يكمشوا، لانه هي العمله بتضرني اكثر من الكل. مشان هيك يا نجدت رح طالعك برات الموضوع. اعطيني فرصه سيدنا وانا بجيب لك اياهم. لا لا، هذا الموضوع ما عاد لك علاقه فيه نهائيا. انا رح اتصرف من اليوم وطالع مثل ما بتأمر سيدنا. وهذا اسعد ليش ما اعترف لهلا؟ مطريه معه كثير بالظاهر؟ والله يا سيدنا بعد اللي عمله صرت شك انه مو هو اللي عامل العمله. لانه ما هرب؟ بجوز عمله قصدا مشان نفكر انه هو بريء؟ بجوز سيدنا، بس ما بظنه بهالذكاء. هذا مخبى بواعيه، وقسام ما رح يهجم على الكراكون كرماله الا اذا كان واحد مرجاله. انا حققت معه وما بظنه من رجاله لقسام، لانه قسام كان بهمه السلاح وبس، ولو بهمه اسعد كان ما تركه ومشي. شو يعني؟ بدك يانا نشكر اسعد ونطالعه من السجن لانه ما هرب؟ انت بلشت تخبص بالفصه يا نجدت، وانا بالنسبه لي رح غير نظرتي فيك. انا ممكن مرق لك المصيبه اللي صارت بالكراكون على اعتبار كان يوم عرسك وقسام استغلها، بس ما ممكن مرق لك قصه اسعد. شوف، بدي اياه يعترف انه قتل عدنان بيك بالرضا او بالزور. عم تفهم علي؟ امرك سيدنا. شغله ثانيه، عدنان بيك كان كاتب مذكراته، هالمذكرات اختفت. مذكرات شو سيدنا؟ مذكراته. خلي هذا الموضوع ببالك لانه بجوز يطلع بشي قرني، انا كثير مهتم فيها. وانا رح اهتم فيه سيدنا. الله معك. سلامي سيدي. جيب لي عادل من تحت. حاضر سيدي. هلا هلكتني من كثر الاسئله، لو بدنا الناس بعض ما بيسالني كل الاسئله، احكي لك كلمه معلم. عمي انت جاي تبيعنا ونحن لازم نعرف شو عم نشتري. طيب من اخر بدكم تشتروا ولا لا؟ لك انت ليش هيك بصلتك محروقه؟ راح نشتري. الحمد لله. هيك بس بدنا اياهم كلياتهم نقشي لفي. لعيونك احسبهم كلهم على بعضهم شو بيسوى. هلا مقايم وانا جاهز. معلم خيري؟ قلت لك ليرتين. معلش شو علي؟ خلي الكتاب عندي. هدول لإلك. ليرتين؟ هدول رعبوه. بكره بتجيب باقي الكتب نحسبهم كلياتهم بقلب بعضهم. ليش بكره؟ هلا على الحارك بجيبهم. معلش خليها لبكره، اصلا اليوم ما صفي معي مصاري. ايه؟ خلاص مثل ما بدكم، بكره بكره. السلام عليكم. وعليك السلام. الله معك. الله. شو نعيم؟ شو لك واني؟ ما قلت لك اسعد بريء. شبك حايا سلايس؟ كن؟ تشرشتني؟ والله ما بعرف يا اخي موفى. دايق خلي وما بعرف شو بدي اعمل. بسيطة. اليوم او بكره رح يحولون على القلعة. هنيك رح تروق وما رح يدي خلقك منه. يحولوني اريح. فلقة سيدي؟ ايه فلقة. رياض بيك امر انه نخلي اسعد يعترف بالرضا او بالزور. الله يا سيدي يعني أنا. يا عابد، رياض بيك طابت عطيق وخبره، بجوز اللي عم يقوله يكون مزبوط. يعني يمكن اسعد عمل كل هالهوبره مشان نحن نصدق انه هو اجدب وبريء ونطالعه. بجوز اذا هيك سيدي بيستاهل 100 فلقه. بعت لي ورا لكان وبعت حدا يجيب لي نعيم الخطاط. ما في داعي سيدي، نعيم قاعد برا، اجى مشان يشوف اسعد، بس انا ما خليته لحتى تجي حضرتك. شو قال لك بده؟ ما قال لي سيدي، بس لساته قاعد برا بده يشوف حضرتك. دخله لعندي وخليه اسعد لبعدين. انا متاكد انه انت مو تمام، واكيد لك ايد باللي صار، بس انا راح اعطيك فرصه ثانيه. اذا جبت لي قسام الجابر مو بعيد اعفي عنك ورجع لك رتبتك. ممنونك يا سيدي، وراح اثبت لك اني تمام التمام وانه قسام الجابر غدر فيني. شبعت من الحكي؟ أنا بدي فعل. سيدي أنا بعرف المنطقة اللي متخبين فيها وراح أمسحها شبر شبر وجيبه هو واللي معه. حلو، أنا راح ألحق الكذاب لورا الباب. شوف يا عادل، رقبتك بين إيدي ومرجوعك إلي، وراح شوف شو راح يطلع معك. راح أجيب لك قسام مربط هو واللي معه، حتى لو ضليتني لاحقه سنة. سنة؟
ولك انا بدي اياه اليوم قبل بكره. يلا صرف. حاضر سيدي. اجا وقت الحساب يا كذاب. قلت لك اسعد بريء ما صدقتني. هيدا اللي براءته. هذا الكتاب من مكتبة عدنان بيك، واللي سرقه هو اللي قتل عدنان بيك. ايه بس هذا الكتاب مو من مذكرات عدنان بيك. مذكرات عدنان بيك مختفية ومو مبينة، بتخيل انها مع احمد. مين هو هذا احمد؟ والله لا اقصر لك ديلك يا احمد الكلب. ايمن افندي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شو ظاهر حليتها؟ اي والله تلبكنا بغياب اسعد وحماره. الله يلعن المسكور وحماره. ما علينا ايمن افندي، رسمي من يوم ورايح هو بياخذ النقلات وبيجيبها، والحساب بيبقى مثل ما هو. طيب في حسابات قديمه خلينا نصفيها بعدين ياخذ اللي بده. شرف شرف، ما يكون لك فكر، رح اعمل لك دفعه حساب. ويمكن يكون ايمن عطى الكتب لاحمد لحتى يبيع له اياهم. لا انا شفته لايمن من كام يوم، سالني عن كتب ناقصه من مكتبه عدنان بيك. ايوه انا مرق معي بالمحضر انه خنجر اسعد كان ضايع. ما كان ضايع، ما كان ضايع، بيكون احمد سرقه لما كان ساكن عند اسعد وعمل فيه عملته. ليش احمد كان ساكن عنده لاسعد؟ ما خطر لك تفكر بهالشغله؟ بلا بلا طبعا، بس ما في شيء بيثبت انه احمد سرق الخنجر، يعني ما في ولا مستمسك عليه. بكره رح يجيب لي باقي الكتب، اذا مسكته وصيته شوي رح يعترف. ايه رح يعترف، اسعد بريء، بريء لو ما كان بريء كان هرب. وانت شو عرفك انه كان بده يهرب؟ الحاره كلها مطبوله بالخبر. بعدين ما في شيء بيتخبى بالحاره. لسه ما خلصنا. بدك مني شيء ثاني؟ انت بتعرف شيء عن مذكرات عدنان بيك؟ مسخت له شوي من الفصل الاخير. وبتتذكر شو كان مكتوب فيه؟ يعني شيء هيك عن اخر ايام الحرب وشلون فاتوا على الشام، بس ما لحق يكملوا. الفصول اللي قبلها، بتعرف شو كان مكتوب فيهم؟ انت ليش مهتم كل هالقد؟ يعني استفسار، بركي بفيدونا بشيء. انا كان المفروض اني اخذ كل المذكرات وانسخهم، بس الكتاب اختفى. ان شاء الله يكون عند احمد. ان شاء الله. عود احكي لي امتى بدك تشوفه وين، وانا بظبط لك معرفتي اوت. بكره رح جيب لك 10 مثلهم تشكلي قاسي، ورح حط رجلي بظهره لهذا ايمن السلال وريحك منه من كحتنته. ومين قال لك انه عفاف بدك تخلص منه؟ اه ولو امسك لشوف. اه هي بقيه حسابك، ولا تورجيني وشك الا بس يصير في عندك مصاري، وفوتي لحالك ما في. الله معك. لك ليش هيك عم تعملي معي لك تشكلي قاسي؟ وحياة الاختي بتخسريني ها؟ مرجوعك لعندي، ولا تفكر انه حشتريني بالليرتين تبعها. لك وحياة هدول، لا تمرك تمر بالمصاري بكره. اه بس يجي بكره فرج ورحمه، الله معك. بامرك تشكلي قاسي. سلام. شو كان بده؟ شو بده؟ جايب لي ليرتين وابصر من وين سارقهم. بس لا تخافي خالتي، لك هو حياة عيونك التنتين، لو بموت ما بخليه يلمس شعره من راسك. ايه بكره بشكي لايمن بيك. ايمن بيك بكسر له راسه لانه بحبني كثير. ما بحط حدا بزمتي. ايوه ما بتحط حدا بزمتك. طيب مين بيعرف انه خنجرك كان ضايع؟ عمي ابو سمين وتوفيق الطيان ورحمة الله عليه عدنان بي. كل هدول؟ وليش ما حكيت لي من الاول اه؟ لك انت ما بتعرف انه هذا الحكي ممكن يفيدك لك اسعد؟ شو راح يفيدني يا سيدي؟ والله ما بعرف. ليش عم تسأل عن أحمد والخنجر؟ في شيء؟ بعدين بتعرف. الله يا قساف، هالمرة ما لحي مرقوها. هذا كركون. وشاف الدورية؟ صحيح أنا كل همي كان إنه يطلع أسعد، بس كان لازم نضربه للضربة اللي تخنجر.
على كل كلها كم يوم بيرجع مسلم ومعه رجال بنضربهم الضربة اللي هي. دخلك وين رح تكون؟ كسوة. الكسوة؟ من الكسوة رح نبلش، بس بدنا رجال ومصاري. على سيرة الرجال، شو بدك تعمل مع ابن نعيم صياح؟ أبو نعيم إذا بده يبقى على العين والرأس. الصياح ما مريحني بنوب. شو اللي قارك منه؟ طول الوقت شارد وعم ينق، بحسه ما له معنى. هو لحد هلا ما شفنا منه شيء، وبده يضل معنا أهلا وسهلا، بده ينزل درب السلامة. ماشي، رح أخده بحسن نية. أصلا هو مطلوب للدرك، وين ما راح رح يمسكه. لك اخي لسه ما طلع، ينظف لك قطه. لك اختي انت ليش ما عم تفهمي علي؟ شو بدي افهم عليك؟ النصية وسخة بدي نظفها. انا قلت لك اغراضي فوق بعضهم جوا، ما بدي تخربطي لي اياهم بزياده، خلص بكره بس رتبهم بقول لك مش عم تنظف فيها، منيح هيك؟ شو بدي اقول لك يعني؟ ما تقولي لي شيء، اعملي هيك ودعي لي. لك ربي يوفقك. ما سمعتها. لك الله يوفقك يا نعيم. صباح الخير. قال يا ابن نعيم تعال محلك تعال. شو صاير عليك مأنبز من بكير؟ ما معرفنا بنوم، ما معرفنا. منين بدك تعرف تنام؟ إذا قاعد ليل نهار بتكروع بهالشاي. لك والله والله أكلني الهم، أكل من جوا أكل. لا يا صياح، بعرفك أبضاي. لك إيه يعني أبضاي بس. بزمتك هاي عيشة اللي عايشينها، أنت مرتاح بالعيشة؟ كم مرة صرت سألني هالسؤال؟ مالي مرتاح، مالي مرتاح، علي الطلاق مالي مرتاح. بس أنا بستاهل، بستاهل أكثر من هيك. شو طالب إيدي؟ شو طالب إيدي غير إني استنى؟ وشو اللي عم تستنى؟ فرج الله. وأنا شو عم استنى؟ كمان عم تستنى الفرج. فرج شو؟ فرج الله. بيرجع بكير، أوقات بيغبلو كام يوم. شو حبيبتي، مليتي من القعدة معي؟ لا يا مرت عمي، على سلامتك، والله بتنحطي على الجرح بتطيب. بس بتعرفي يعني أنا عروسة جديدة. معك حق، بس هو ما رح يقدر على بعدك، وأكيد مجهول، وإلا كان إجا رقيد لعندك. ابني وأنا بعرفه ما عنده شي بهالدنيا غير شغله وبيته. رح أعملك كسجر. لا حبيبتي لا، أنا المسوية ما بشرب شاي، خاف ما أقدر لها، وكمان ما راح استنى. إلي 30 سنة عم استنى، وهلأ إجا دورك أنت اللي تستني وأنا أرتاح.
ابن عمي. لك شو لساتك سهرانة لهلا؟ ايه عم استناك. نامت امي؟ من زمان. وقالت لي انه صار دوري انا استناك. بس ما قالت لي انك رح تتأخر كل هالقد. ما قالت لك انه شغلي هيك؟ بلا. بس قالت لي انه انت ما رح تتحمل تبعد عني. ليلى؟ شو يا عيونا لليلى؟ شو رح يعملوا اهلك اذا اسعد الوراق طلع بريء مو هو اللي قتل عدنان بيك؟ هيك طلع معك؟ على فرض. ايه الحمد لله، انا كنت متأكدة انه اسعد ما ممكن يقتل. ليلى انت شو اللي خلاكي تقبلي بواحد مثل اسعد؟ ليش عم تسألني هذا السؤال ابن عمي؟ يعني وحدة حلوة مثلك وظريفة، شو اللي بيخليها تقبل تتجوز واحد مثل اسعد؟ ما بعرف. قالوا لي تتجوزي لأسعد؟ قلت لهم ايه بتجوزوا. يعني هيك صارت الشغلة مثل المزحة. بعدين شو جاب أسعد لإلك ابن عمي؟ أسعد مانا نصيبي، بس أنت نصيبي وعمري وحياتي وقلبي كمان. بس والله أسعد مسكين ما بيعمله، وإذا بده شي من أبي استفل منه لإله. أنا اللي بدي إياه صار عندي. شو هو اللي بدك إياه؟ أنت تقبرني. بتعرف ابن عمي، أمي قالت لي إنه الحب بيجي بعد الجواز، بس أنا يشهد علي الله أول ما شفتك طبصت فيك. لك يا بنت الحلال، أنا أقضي كل عمري بين الجندرمة وقتلك، مالي قد هذا الكلام الحلو. بدك تروقي علي شوي. تقبرني؟ أنا ما ألي غيرك وما بدي غير تخليني جنبك. الله يصلحك يا أسعد، من أول يوم هن ماسكين عليك قصة الخنجر. خفت أحكي يوم بيبتلق غيري، وأنا ما بدي أبلي حدا. لك يا بني آدم كلهم بدهم يبلوك، وكنت راح تروح على حبل المشنقة وأنت ما بدك تبلي حدا. ليش بدهم يبلوني؟ والله أنا قلبي عم يتقطع عليك، وبدك الحقيقة أنت كبرت بعيني لما ما عربت. عم دورها براسي ما عم تزبط، بس رح يجي يوم وتشكرك لأنك ما خليتني أهرب. إن شاء الله ما بتندم منوب. خايف ما؟ بالي مشغول. بشو؟ بعروستي والوردات والحمار. رجع للحمار. قبل كنت شوفه لمامي، ولا ما عرفت حلمت فيه. انت ما طلعت امبارح بالليل ولا انا ما حسيت عليك لما رجعت؟ لهون وصلت معك يا معزاز؟ ما عاد حسيت اذا نايم جنبك ولا لا؟ قول لحالك الحكي، شوي تاني رح انسى اني حرمتك. ليش انا شو قصر معك ها؟ انا رح اتاخر اليوم، مشغول كثير. مشغول بتجرة السلاح؟ لك سلاح شو؟ قلت لك خلصنا من القصة، الأمانة راحت لأصحابها. ها؟ ما بدك تكسر السفرة مع الأولاد؟ كسري يا أنتِ. عم تكسري كل شيء، وقفت على السفرة معزاز. مهونة. صباح الخير يا أحلى عروس. نهارك مبارك متعمر. الله يبارك فيك يا حبيبة قلبي. لا تواخذيني إن شاء الله، بس مبارح أنا وابن عمي ما نمنا للصبح، ولي على قامتي إن شاء الله يبعث لي حمى. ما حسيت عليه لما راح الصبح. يا حبيبة قلبي لا تاكي هم، هو هيك من يوم يومه، دايما بيسهر كتير وبيفيق بكير وبيروح على شغله، بس اليوم فاق رايق ومشقرق كتير. يلا حبيبتي يلا روحي غسلي لي هالوش الحلو وتعي كسري السفرة معي. باينته وشك لساته تعبان. لا ايوه شو تعبان؟ انا ماني تعبانة بالعكس، انا كتير مبسوطة. الف الحمد لله يا بنتي. يلا روحي امي روحي. حاضر متعمل. بدي افهم على شو مستعجل. الله يريحني. اينو معلمكم؟ شو وين هالمكان يفتح؟ الله يسعدني. الصباح شباب، انا واصل مشواري ويمكن ما ارجع. السلام عليكم. السلام. الله عمرينك ما ترجع. من القلعة
هذا الفرج بإذن واحد أحد. لك الله يسمع منك يا رب. تبقى تذكرنا بالخيرة. أصلا أنا ما شفت منك إلك الخير، وإن شاء الله ما رح أندب لأني ما هربت، والفضل كله إلك. بأمر الله ما رح تندب. خلصنا أنت وياه. ميسرة بإذن الله. يبعد عنا بلاد الحرام ويعمي عنا كوي سبتك. الله معه. لأنه حدا بيجي بالدب لك الملك نعيم. لك ما في قدامي خلتان، ما في. أنا فكرت مصالون أقتل أحمد، بس ساعتها ما بكون فتو لأسعد بشي، عشان هيك لازم كمشوا للدرك والتهمة لابستو لبس. انه وين هون الدرك لهلا؟ رجال مظلوم وكتير مهموم، ما في شي بالحال، عايش مغهوم بين الفقر والجوع، شو حظات قلال، جهل ومكر غدر البشر خلى همه يزيد، ظلامه قلب من حجر، شو طالع بالإيد.